كابتن اسامه الف مبروك اداء ونتيجه. الحمد لله، ولكن بس بعد الفوز الكبير ده يؤخذ بس على لعبتنا بعد الهدف الرابع. تحس ان زي ما اكون اكتفت. انت كنت عايز الخامس والسادس والسابع. لا مش مش لا مش شرط ان الخامس والسادس والسابع، ما انت ممكن تلعب لقدام بكثافه وبنقل وخطوره وما تجيبش، ما توفقش انك تجيب. بس انا اقصد حسيت ان هم اكتفوا، يعني ريحوا شويه، يعني ريحوا بعد الدقيقه 58 اللي هي فيها الهدف الرابع اللي جابه شريف، اللي هو طبعا كل الاهداف جميله بس ده هدف رائع لانه اتلعب حلو قوي من قفشه المعلول. صح. وشريف قطع على القريبه واتحطت معلول، عملها حلو قوي، ومعلول عملها حلو قوي. فهي دي بس النقطه، لكن في مجمل اللقاء طبعا كابتن الخطيب كان ليه جول زي ده في المقاولين. مظبوط، كاس افريقيا. مظبوط مظبوط، صح. كان اصعب بس طبعا، اصعب لان الزاويه كانت مقفوله اكتر من كده. ايوه تقريبا عامر اللي لعبها له. ايوه كابتن عامر اللي عملها له، لمسها دوب بس كانت ضيقه قوي. كانت ضيقه وحطها في ايوه عملها بوش حلو. انطوان بيل في بيل انطوان. تعادلنا 1-1 وعدينا، تأهلنا. مظبوط. فطبعا المباراه واضح ان هي الاهلي متسيد تماما. فرقه سموحه الشوط الاولاني اخطاء بالجمله في خط الدفاع النادي الاهلي، حتى قبل الهدف انا قلت الهدف جبناه الاولاني في الدقيقه 40. ايوه يعني متاخر. ايوه ولكن قبلها النادي الاهلي بسهوله كان يجيب جونين ثلاثه، مسيطر. لا وبيوصل للجون بسهوله، يعني طاهر مضيع، شريف مضيع، حسين الشحات مضيع اللي هو رقص فيها الهاني سليمان مرتين بس حطها بقوه فوق العارضه. فالفرص كانت سهله والماتش كان الاهلي بالنسبه له اقوى خمس دقائق شفناها للنادي الاهلي. لا ما بتوع ثلاث اجوان ورا بعض، ثلاث اجوان 45 طبعا، ثلاث اجوان جمال جدا بس بسرعة. انت قبلها برضو بتوصل للجول بسهوله. ايوه انا بقول لك الماتش الاهلي متسيده من بدايته لنهايته. صحيح. فرقه سموحه تحس ان كانت مش مترابطه. ايوه يعني تحس حتى في فرديه شويه في اللعب النهارده، في عناصر فيهم كانوا في ماتشات قبل كده كويسين مش واضحين خالص النهارده، زي احمد عبد القادر. مظبوط. زي نسي مانبي، زي الوادي، يمكن مصطفى فتحي بيحاول شويه بس تحس لوحده، يعني مفيش نص الملعب مفتوح خالص من حمص وحليمه. فالنادي الاهلي تسيد اللقاء، ولكن انا قلت لك بس النقطه الوحيده اللي انا بعد الهدف الرابع النادي الاهلي هدي قوي، يعني يعني زي ما يكون اكتفى. هي دي النقطه. لكن طبعا اداء جميل ونتيجه هايله واربع اهداف جميله، وفي ناس كمان في الماتش يعني عجبوني ان رجعوا لحاله كويسه زي علي معلول النهارده احسن. صحيح. اكرم توفيق زي ما علاء قال مميز بقاله كذا ماتش، وياسر ابراهيم كان كويس النهارده واقف على رجله. محمد شريف طبعا هداف، وعندك ثقه فيه على طول انه هيجيب لك جون. جاب جونين بيتحرك كويس قوي، بيتحرك كويس قوي، وجاب جونين. جاب جونين حلوين.